الحمد لله احنا ولاد المنطقه تاع يدين وضحي الامل واحد لا بزاف تشكلات في المنطقه. المسؤولين ديال المنطقه كلشي شفار، كلشي تضرب على راسو، كلشي تيدير المشاريع ديالو معروفين في المنطقه. الناس الكبار حيت يدين حيت امل واحد حيت امل جوج راهم في الازمه القلبيه الصحيه، ديما المستشفيات مع الوليدات مع الناس كاملين دخلوا. دابا شي مسؤول كبير يجي من الداخليه ولا شي وزير ولا كذا يجي يدور على هاد الساكنه يشوف كيفاش تتعيش. راه ما كاينش شي واحد يديها في الساكنه كامله من جميع المسؤولين، جميع البيبان ديال المسؤولين. 30 سنه في هذا الحي هذا وحنا عايشين في هذه المشاكل هذه. المشكل السبب ديالو الوداديه، صراعات سياسيه مدخلين فيها الوداديه. هذه الصراعات السياسيه مش دخلوا فيها الوداديه، الوداديه دابا عند القضاء. حنا باقي ما عرفناش المصير ديال هذه الوداديه. كاين الناس اللي عندها الملك ديالها هنايا بغات تبني دارها ما عطاوهاش الرخصه، لان السبب كما قلت لك ان الوداديه مشات للقضاء، والقضاء باقي على ما كنظن انا باقي ما قالش الكلمه الاخيره ديالو، لان حتى المعلومه يعني ما كتوصلناش باش نعرفوا فين وصل المشكل ولا الملف ديال الوداديه عندنا هنا. ما كتوصلناش المعلومه وكيغطيو على المعلومه، كتمشي تسول ما كاينش اللي يجاوب. راه حنا قالوا له ما عندنا باش غنبني، ما عندنا باش غندير حتى حاجه، والخنزير بينا، وكيقولوا له ما عندنا لا واد الحار لا شي حاجه شي مستقبل حتى حاجه. ما هي عندنا حنايا هنايا هنا كلشي، حتى واحد ما قادش يهضر هنا، ما كانش غير العيالات، ما كاينش اللي غيهضر هنايا، راه حنا غير العيالات والديور خانزين. انتم كتشوفوا في الديور كي دايرين، في نديروا غير الكراجات نسكنوا فيهم، ما بغاوش يساعدونا، ما بغاوش يعطيكم، ما بغاوش. والوداديه ما كاين لا بلان، ما كاين لا الرخصه، ما كاين لا الواد الحار، يعني حاجه ما هي كاينه، ما كيهضروا لا الاولين لا التاليين. ولكن انت سمعت يقول لكم شهر جوج شهر واحد شهر ثلاثه، فين هاد الشيء؟ غير الكذوب 2015، غير الكذوب، غير الكذوب. ما لقينا فين نجلسوا لا حنا لا ولادنا، بقينا مضيعين، بقينا مضيعين في هذا. كيديروا ولادكم مع هذا الخنز ديال هذا الواد الحار؟ يعني واش ما مرض؟ واش مراضين والحبوب في الوجه والخنز حاشا. المشاكل الاضافيه لهذا سميتو لهذا الواد الحار يعني، والكهرباء اللي هما ما كاينينش وكيعانيو منه الساكنه. غادي نطرقوا لواحد الموضوع اللي هو مهم، اللي هو سياره الاسعاف. سياره الاسعاف اصبحت يعني من ملك الرئيس ديال الجماعه القرويه ديالنا ديال ايتيادين. يعني الا اتصلتي به اكيد كون متيقن بان غادي يقول لك بان انا ما غاديش نعطيك سياره الاسعاف. علاش؟ حيت هو تيقول لك بان انا اللي معايا في الدائره وغادي يتبعني في الانتخابات نعطيه سميتو نعطيه سياره الاسعاف. اما الا ما كانش عنده في الدائره او كان معارض ديالو او كان كينتقدو فما يعطيهش سياره الاسعاف. وفي الاخير يعني غير ثلاث ايام هذه وقعت واحد الحاله، اتصلنا يعني بواحد المستشار الجماعي قلنا ليه بغينا سياره الاسعاف، واتصلنا يعني بالسائقين ديال سياره الاسعاف، تيقول لنا خصكم تتصلوا مع الرئيس باش يعطينا الموافقه باش نديو هذاك المريض. والغريب في الامر هو ان فسمع بان احنا اللي اتصلنا قال لكم بان انا ما غاديش نعطيكم سياره الاسعاف. وفي الاخير هذاك الانسان اللي كنا غادي نقدو كتشوفوا هواد الحر هنا، الناس مضرين بزاف. وكاين هاد الواد الحار الميزانيه ديالو راه خرجات 680 مليون اللي خرجاتها الوزاره، ودابا حنا كنشوفوا المعاناه ديال الساكنه. ما كاينينش ملاعب القرب، ولا بغاو يلعبوا مثلا الا عندنا حنا وليداتنا بغاو يلعبوا كره ابار حنا غيلعبوا في الشانطي، حيت هو البلاصه اللي تتبان لي انا نقيه. الا ما لعبوش الا لعبوا في الشانطي غيتعرضوا لحوادث السير. ايوا الخبر راه في راسك. ملاعب القرب بانوا لي واقيلا هما هادو اللي حداك المزبالات وهادو. شفت الشانطي بعدا راه يا ربي تسمح لي واقيلا راه باقي خاصو شي شويه ديال كاين في الناس اللي مسؤولين. على شكون اللي مسؤول على ايتيادين؟ واش انا مواطن عادي، ولكن انا ماشي باقي ما عارفش الحقيقه، والناس عارفين الحقيقه كاملين وعارفين المسؤولين اش تيديروا، ولكن الناس ما فهمتش واش خايفين واش الوعي واش الله اعلم. ما بنادم راه كلشي عارف الحقيقه، والمسؤولين راه تحيه لهم من هذا المنبر، واخا راه درتوا لنا حتى حنايا فاش غنخدموا مشاريع بروجيات. شكرا على المشروع اللي درتوا لنا الاخر، اللي هو اخر حاجه هي الاعتقال اللي ولينا تنضربوا السجن حنا في طريق هذا العالم هذا.
يا خويا شوف الا جيت ندوي راه ما غنتقاد. يعني انتم كتشوفوا الزنقه كي دايره، هاد الزنقه هادي يعني فوقت الشتاء راه كتكون عامره كلها ماء، يعني من الكودرون او من الشارع الرئيسي الى داخل الحي، يعني وكتمنع حتى الدوريات ديال الدرك الملكي باش يقوموا يعني بالدور ديالهم يعني داخل الاحياء هنايا. يعني كاين واحد الاشكاليه كبيره يعني كتعيش هاد الساكنه هادي مع هاد التهميش وهاد الاقصاء اللي هو يعني كتعيشوا لا من المجلس الاقليمي ولا من المجلس الجماعي. والغريب في الامر هو ان فاش مشينا حنا كجمعيه حقوقيه يعني حطينا طلب مقابله رئيس المجلس الاقليمي على اساس انه باش يعطينا تفسير على شنو هي السبب ديال عدم تتمه هذه الاشغال هذه اللي هي تابعه ليه، تيقول لنا بان في المصلحه التقنيه بان رئيس الجماعه القرويه ما بغاش يصلح يعني القوادس ديال واد الحار، انما يمكنش هما يديروا طريق معبده على القوادس ديال واد الحار وهما مهرسين. هادو هذه هي الاشكاليه المطروحه وهادو هما يعني الدلائل اللي كيعطيونا على اساس ان هاد الشيء علاش ما تمتش انجاز ديال هاد الشارع. اقسم لكم بالله الا الدراري عندنا الصغار كلشي مراض بالعينين. انا شخصيا عندي ثلاثه الدراري صغار كنداوي لهم على العينين من اجل هاد المطمورات هادو. والله يهدي المسؤولين، الله يهدي المسؤولين يصلحوا هاد الارضيه هادي ويعاونوا لسيدنا، سيدنا الله ينصرو بغا يخدم البلاد، والمسؤولين ناعسين كيديروا هذاك الشيء اللي دار ليه اللي قال لهم راسهم. الله يرحم الوالدين، حنا كنطلبوا من المسؤولين يدخلوا ويشوفوا هاد المشاكل هادي اللي كتعيشها هذا الحي هذا. مجتمعه وناعسه ما حتى واحد ما داها فينا. صافي دابا غادي توصل الانتخابات غادي يجيو يغوتوا باش ينجحوا كل واحد يمشي عاود الثاني لدارو. كل واحد يمشي يدير لولادو. هادشي اللي كاين الناس اللي ما مستافدينش. هذه هي الرتاحه، هذه هي بلاصه الرتاحه ديال الدوزيام ترونش الاخرى اللي ما خداتش الضو. الدوزيام ترونش اللي ما خداتش الضو دايرين هاد الحفره هادي مدورين ليها الحجر، الناس بقاو بلا ضو مشاو في حالاتهم تالين ما نعرف. مرحبا بكم، وتشوفوا حالتنا هنايا في جامعة أيتيادين إقليم الخميسات، الساكنة حي مولاي عبد القادر الجلالي إضافي اللي عانت هذه مدة 15 عام وهي كتعاني، وخلصنا جميع الواجبات ديال واد الحار والضو وكل شيء، كل شيء مرخص عندنا باش يدخلوا لنا هاد الناس اللي حد الآن مازال كنعانيو. المطامر لا ضو دابا وصلت واحد سميتو كلشي داير للبيع. السبب ديالي هو هاد واد الحار والضو، حتى حاجه ما كاينه. الدراري ديالي تقهروا، هاد الطاقه الباتري عييت ما نشري كيتسالى وكيمشي، والشمع دعمينا. ايه باش غنقول لك، هذه هي الجماعه ديال الايتيادين، هذه هي حالها 15 عام وهي كتعاني هكا سنه على سنه. هذا هو اللي نقول.
تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.